يا عمرك لا لخطك الله يكبر بك بنورك. واش هذا سؤال ولا غادي ديرو غير قنطره باش يا عمرك لا لخطك الله يكبر بك بنورك. واش هذا سؤال ولا غادي ديرو غير قنطره باش عاد دوز للسؤال المعقول؟ دوز ديرك للسؤال المعقول. لا 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 سؤال صح ماشي حاله واخا سيدي. الوغ 3 ميديسيون ديال كازارت احنا جد فرحانين اول شيء على ان كازا يولي عندها مهرجانات بهذا الحجم هذا، لان تبارك الله المدن كلها في المغرب الرباط فاس مراكش الصويره كلها عندها مهرجانات كبيره، وكنا كازا دائما كنقولوا يعني اكبر مدينه في المغرب وما عندهاش اكبر مهرجانات، فملي ولاو مهرجانات بهذا الحجم هذا مثلا دابا كازا فاكيد حنا مبسوطين جدا وفخورين اننا نكونوا نجيو نشجعوا هذه التظاهره هذه. نشوفوك في رمضان ان شاء الله شي عمل في الى غايه الان باقي ما كاينش، مي كتعرف باقي زعما الوقت ديال هذا يعني يقدر يكون، لان كاين دابا بزاف ديال الكلام سواء بالنسبه للتمثيل، لان بزاف اللي عاوتاني اقترحوا لي باش نعاود نمثل، وبالنسبه ايضا الغناء اصلا راني خدام دابا على الجديد، فكاين كاين كاين ان شاء الله. غير هو كون باقي ما مدير حتى شي حاجه السوق فما نقدرش نتكلم على شي حاجه، وهي باقا كتعرف هنا طول ما يعني عمل ما كانش واحد التوقيع ديال العقد ما يمكنش تقول بانك راه خدام فيه. العمل ديالك توحشناه ما نعرفوا علاش السوق. العمل ديالك البرنامج اش نقول لك؟ شوف الناس ديال التلفزيون الله يهديهم وصافي صافي هذه راه فيها كل شيء. ان شاء الله مي بون يا تيلمون شوز ا دير كو ماشي اون انترفيو بحال هكا صغيره رابيد ديال الميكرو هكا يمكن نهضروا فيها مي فوالا. مازال صافوك ان شاء الله. مرحبا مرحبا جو عندك مرحبا الف مرحبا. تبارك الله عليك. لا تبارك الله عليك.